تواصل الدولة أعمال مشروع تنفيذ وتطوير الطريق الدائري في مرحلته الثانية، والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، وهو ما تطلعنا عليه بمزيد من التفاصيل جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. بعد التحية، في إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لمستخدمي الطرق وتخفيف واستيعاب الأحجام المرورية الكبيرة المتدفقة على مختلف الطرق في نطاق القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات المصرية، نتابع معكم أعمال التطوير التي تتم في طريق الدائري حول القاهرة الكبرى، إلى جانب تنفيذ أعمال مرورية بهدف ربط الطريق الدائري بالطرق الرئيسية، وذلك بعد انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى واستمرار العمل بالمرحلة الثانية. إذا تحدثنا بشكل أكثر تفصيلا عن هذا المشروع الكبير والذي يشمل أعمال تنفيذ وتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، فالمرحلة الأولى والتي انتهت بالفعل شملت أعمال توسعة للطريق الدائري من المريوطية حتى طريق الإسكندرية الزراعية، وذلك بطول 76 كيلو متر تصبح الطرق سبع حارات في كل اتجاه، منها ست حارات مخصصة للسيارات الملاكي وحارة مخصصة لمحطات الأتوبيس الترددية، وذلك باستثناء الطريق عند كوبري المنيب يصل لثماني حارات في كل اتجاه. أما المرحلة الثانية والتي نتواجد بها الآن، بالفعل تم الانتهاء من تنفيذ بعض الأعمال بها والعمل مستمر في عدد من المناطق الأخرى، فهي تبدأ من تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعية حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوية. إلى جانب هذا العمل، بيتم العمل أيضا على تنفيذ عدد من المحاور المرورية لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري، إلى جانب العمل على تنفيذ الطريق الخدمي السطحي، وذلك بعرض بيصل لعشرة أمتار حول الطريق الدائري من الداخل والخارج. أيضا بيتم العمل على تنفيذ منظومة النقل الذكي ومحطات الأتوبيس الترددية، والذي يتم تنفيذه في إطار سياسة الدولة للتوسيع والتوسع في تنفيذ شبكة النقل الأخضر الصديق للبيئة، وذلك بعدد يصل لخمسين محطة بطول الطريق الدائري. العمل مستمر ولا يتوقف للانتهاء، وسرعة تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال تنفيذ وتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لما يمثل هذا المشروع الضخم من نقلة في مجال الطرق والنقل أيضا في أنحاء القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات المصرية. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.